السلام عليكم. السلام على الناس قاعدين تسمعونا في هذا الفيديو. هذا انا اخويا فرقت لي 26 مليون من طوب وقيت ديال الزنزال. كان كنت جيت بيت عند البنت ديالي هنا في المنزه وداك الشيء، وعرفتي مع الانسان ديال الزنزال وداك الشيء، كانت كاع الانسان متخوف من ناحيه الزنزال وداك الشيء. وكنا خرجنا، الناس خرجت، حنا خرجنا كما العاده. المهم في الرجوع ديالنا واحد ليله السبت، كانوا عندي الامانه كتعدي في الطوموبيل وداك الشيء. المهم ليله الحد سرقت شو يقولوا لي ديال المستقبل يقرب حي مولاي رشيد، حي الصناعي. ولحد الان من هذيك الوقت دابا صافي راه 4 شهور، هادي حنا داخلين في 5، يعني رجال الامن دينا لهم تصور، دينا لهم ما يدل على كل شيء، يعني تصور ناصحين. لحد الان الجواب ديما جواب نول، تيقول لك اودي راه ما بان حتى حاجه، تصور فلو هادي كذا. المهم ما فهمتش انا وحاجه اللي تنخمم فيها انا هو دابا هاد الطوموبيل، هاد السياره هادي رغم هاد الشيء كامل، هو كيفاش تحلت هاد السياره؟ شي تيقول لك انا خريتها محلوله، انا الطوموبيل سديتها، يمكنش انا شي واحد ما يقدرش ما يعرفش يسوق طوموبيلته، ما يمكنش، الطوموبيل مسدوده. جاو صحاب ديال الشرطه العلميه، الشرطه العلميه خذوا بصمات اللي قال لك انا ديت عليهم، هذا غلط. البصمات اللي خداو اللي بغينا نعرفوا سي حسن، واش البصمات كامله ولا شنو؟ كنت حاضر انت ملي جاو الشرطه؟ حاضر الوقت اللي جاو قالوا لي اودي هاد السيد جا انا مع ديك الخلعه جيت لقاو ديجا حل لنا المال. ربما انا قلت لهم انا واقيلا لا يكمل بطبيعه الحال، حيت تقلب المسائل، حيت المسائل عندي بلوك. ولكن انتوما اللي التقنيين وداك الشيء خصكم ما تدوش على المارا، نقول لكم انا المارا ولا فرقع الدجاجه كاع ولا غادي دير الخدمه ديال الدور ديال الطوموبيل. المهم على ما حال مشى هذاك البحث كيما مشى، يعني واش مشى مقاد واش مشى غلط الله اعلم، الناس هما الاختصاص اللي تيعرفوا داك الشيء. حنا دابا دوينا بقات على ذاك المحل، دابا لحد الان حتى حاجه ما بانت، راه لا يعقل. يعني من فاجعه زلزال الحوز ليومنا هذا ما تحرك حتى شي حاجه، ما كاينه حتى شي حاجه، حتى حاجه يذكر ولو على هذه. ما بانش لينا، راه غادي يقول لك راه ما بانش لينا، واش تقول ليه؟ ما عندك ما غادي تقول. حنا بغينا زعما سيدي ما 29 راه الصباح هذاك ديال الحد، ما كانش العساس، العساس يقول لك انا ما كنتش مشيت مع 8، لا يعقل مشيتي مع 8 وانت اللي بلاصتيني في هذيك المنطقة، وانت اللي جدير بالذكر، انت اللي عارف هذيك الحومة اصلا، يعني هذاك العساس خاصو تعاود تراجع معاه المسألة ديالك. هو اللي بلاصاني بلي. وتا الفيديو اللي كان ديال المدرسة، نهار شفناه انا واحد السيد ضابط، كان هو تيروم يحوم بين الطوموبيل مع واحد العساس اخر ديال الليل، وراه ربما ما انتبهوش ليه السيد الضابط اللي كان تما اللي جرى معايا ديال حي مولاي رشيد. واش شافوه ما شافوش الله اعلم. خاد هاد التصويره ومشى عطاها لدار سيدي وهادشي اللي كاين. دابا المهم هادشي راه لا يعقل، حيت الا كنا مثلا انا دابا اللي هادي 29 مليون هادي ديالي وديال وليداتي وما بان والو، يعني واحد اخر تيتشد، ما فهمتش انا هاد المشكل هذا. للمعلومه ما فهمتش، يعني هاد المبلغ المالي راه ديال التقاعد ديالك. هادي التقاعد، وها هو النفر ديال التقاعد. شنا هذا شنا هذا شنا هذا، ايوا ما عليك ما دير، وتتمشي وتترجع. حنا ما نقولوش ما تيخدموش، تيخدموا، ولكن بغيت انا مجهودات. انا تطلب من الشي رشيد الخضراوي يزيد في هذا المنبر هذا اللي تنقول ليه انا، الله يجزاه كان يسمعني الله يجزيه بخير، يكثف المجهودات ديالو ودير هذا الدوسي هذا. راه اني الفريد كو كان جن وخوان هذا الشيء هذا ودرنا ليه القران غيخرج للوجود، ماشي واحد شفر 29 مليون غبر كاع لا اثر له، ما يمكنش. حشومه حتى التعويذه كاع هذا الشيء. واللي قلتي لي راه 4 شهور 5 شهور وهذه تيقول لك لا بزاف، خاص الامن يدخل عاوتاني ويعاود هذا. هادشي اللي تنطلبوا منهم حنا، ما تنطلبوش شي حاجه اخرى اكثر من هادشي. واخا سي حسن الفلوس كيفاش عاودنا شحال نخدمشي عليها؟ كيفاش تخدمشي؟ خويا اش نقول لك، الا جيت نعاود لك هادشي تيحزنني وتيضرب في القلب، حيت واحد الانسان خدم حياته 35 عام،
35 عام ما سالاش، دابا الى خدم واحد عام 5 سنين تيقول لك انا عييت. حنا خدمنا 35 عام الحمد لله، بقينا في صحيحاتنا لوليداتنا الحمد لله، خدمناها صافيه الحمد لله. هذا الشيء اللي تنطلبوا، هذا الشيء تنطلبوا الله. راه 35 عام ما سهلاش. حنا دابا اللي تطلب، تطلب انا نعاودوا هذه الاجراءات وبينا يديروا لنا يتعاود هذا الملف عاوتاني، يعاودوا ويتقلب عاوتاني يفتحوا شنو كاين. رغم ما كتمشي انت الدائره كيقول لك مازال وما كاين والو، حيت ما كاين والو يعني ما كاين والو، يعني بحثوا في شي حاجه اخرى. عاوتاني انا ما تنطلبش يعاودوا ذاك الحساس تنوض واحد الاجراءات علاش هاد الطوموبيل تحلت. عاوتاني هذا هو المهم، كيفاش هاد الطوموبيل تحلت؟ واش تيليكوموند بلا تيليكوموند؟ كيفاش؟ لا بزاف الوسائل. انا ما نقولوش اش غيديروا، راه هما ادرى بهذا الشيء، هما مالي الاختصاص. حنا ما تنطلبوش المستحيل، تنطلبوا يعاودوا يرجعوا هاد المسائل. راه 4 شهور 5 شهور بزاف يا استاذ، راه بزاف ومبلغ كبير ومغرق كبير. راه قال لك سي حسن اللي بغينا نسولو، لا فاش مشاو لك الفلوس كيفاش كانت الصدمه ديال العائله ديالك، الحاله النفسيه ديال الزوجه ديالك اللي عاوتاني كيفاش كانت الحاله ديالها؟ اودي شوف شي لا جي نقول لك بالفم دايزه، ولكن بنادم اللي ما تيعيش معاك راه عنده كيف والو، خاص الانسان يعيش معاك هذا الشيء. الف ريال راه العواج وما ادراك ب 29 مليون، ولكن الحمد لله حنا دايرين الثقه في الله يعني ودايرين النيه الحمد لله. كيف قالوا علاش عندي 29 مليون بات حداها؟ ها هذيك هضره، هذيك هضره، حيت ما مشاتش ليه، حيت ما مشاتش ليه، حيت ما مشاتش ليه. ويقول لك نقول لك انا نبات حداها، يقول لك الاخر لا كذا، هذه هضره، والهضره ديال الناس راه ما غاديش تنفعك حتى بشي حاجه. اش غادي تقول لي؟ تقول لي شي حاجه؟ عاود لي واسيك يقول لك اودي يعاودك خير وكذا 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 الى اخره. هذا الشيء اللي كاين، انسان ما تتسناش منه غادي بنادم يقول لك هاك المزينه وربي كبير. سي حسن شوف شكون تكون الناس اصحاب السيارات والشاحنات اللي كيخلوا فلوسهم في الممتلكات ديالهم الثمينه في السيارات ديالهم. انا اول حاجه نوجه انا ما بقيتش نتقت واحد، ما نكذبش عليك كما كنقول غادي نقولها لك فراشمون. رئيس المنطقه الامنيه كان تعامل معايا مزيان وما نساش خيره، بغيتو دابا يعاود في هذا الملف. انا هذا النداء لي هو شخصيا تنقولوا لي، اما الناس اللي معاه هما الله يجزيهم بخير، بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، بغيت يتعاود هذا الفيلم ويتحرك هذا الفيلم ويشوف هذا التصاور علاش ما بانوش، ويشوف هذا الطوموبيل كيفاش تتحلت. هذا الشيء تنطلب منه انا بالحكمه الرشيده ديال سيدنا الله ينصره حتى هو، وتنطلب السي حموشي حتى هو يتعاود في هذا المينما الى وصل لي هذا الفيديو هذا ديالي، لاننا راه ثالث ولا خامس مشاهده تندير هذه المشاهده. راه هاد الشيء تيضر في القلب، حيت ما تدخلش لك حتى حاجه، راه ما تتقول شنو تتقول هاد الناس ما خدامينش، راه تيجي ولي تتقول. ولكن حاجه من عند الله نقولوا هاد الشيء، حنا تنطلبوا تطفوا المجهود ديالهم، وتعاود جميع الحالات المراحل اللي درنا تعاود ازيرو، هاد الشيء تنطلب تعاود ازيرو، تنعاود نقولها ونعاود نقول تعاود ازيرو. الكلمه الاخيره تنشكركم نتوما الاولين، هاد الاعلاميين، وتنطلب الاعلاميين اللي نتوما اللي وقفتوا معايا. وسانتوني وقفتوا معايا حتى درت هذه، ونطلب من اعلاميين اخرين حتى هما يجيو لي ساندوني. راه هذا الشيء هو اللي تينسيك في هاد الفلوس هذه، حيت تجيو نتوما كخوتي وتنقصوا عليه واحد العبء ديال هذا الشيء. الله يجازيكم بخير، هذا الشيء تنطلب منكم. مرحبا سي حسن، هذا واجب ديالنا الدور الاعلامي كنأديو على احسن وجه. لا لا سيدي الله يجازيكم بخير. حنا غنبقاو متابعين معك هاد القضيه هذه، اخر التطورات في اي استدعاء او مشيتي للدائره او المنطقه الامنيه غنبقاو متابعين معك. شكرا سي حسن، الله يجزيكم بخير. إذا المشاهدين الكرام، مشاهدين نيشان الآن كيف ما تبعتوا معنا القصة والتفاصيل ديال عملية سرقة مبلغ ديال 29 مليون اللي تسرق السي حسن من السيارة ديالو، فاليوم وجه الرسالة ديالو للمصالح الأمنية ورجال الأمن باش أنهم يزيدوا يكثفوا الجهود ديالهم كيف ما قال أنهم راه كيف ما قلت لكم. مشاهدينا الكرام، السيد حسن اللي تسرقت ليه 29 مليون كيشكر رجال الأمن على المجهودات اللي قاموا بها ومازال كيقوموا بها، ومازال كيتمنى أنهم يكثفوا الجهود باش أنهم يتعرفوا على المعنى بالامر. السيد اللي سرق ليه السياره ديالو، سرق ليه 29 مليون، ف 29 مليون مبلغ اللي ماشي ساهل مشاهدينا الكرام، مبلغ مهم اللي ضرب فيه تماره وخدم فيه سنين وسنين من بعد فلوس التقاعد كيتسرقوا ليه من السياره ديالو، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.